النظام في أمريكا نظام رئاسي، نظام رئاسي مو نظام برلماني، نظام رئاسي. الصلاحيات العظمى هي للرئيس، ولذلك يا هذا ترامب وعفسهم عفسه، يعني عفسهم عفسه، وتر علاقاتهم في العالم كله مجيء رجل واحد، لأن نظامهم رئاسي. النظام في أوروبا نظام برلماني مربوط بالقاعدة الانتخابية، مربوط بالتجارب السياسية والأحزاب، والأحزاب العريقة المعارضة والحاكمة. النظرية السياسية، الفكر السياسي الأوروبي، التقاليد السياسية في أوروبا ما تقارن بال 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 بالأمريكان. طبعا الأوروبيين متقدمين كثير عن الأمريكان، ولذلك أي دبلوماسي اليوم من أمريكا يبيين بالشرق الأوسط حتى يتوسط في موضوع أو يتكلم مع الدول العربية في موضوع، لازم يطب في أوروبا ويقعد ليلة ليلتين حتى يدرسونه ش تقول وش ما تقول، يعطونا الـ ABC مال السياسة الشرق الأوسط، خبرة الإنجليز، كونهم أكثر خبرة في منطقة. طبعاً الاستعمار الفرنسي 132 سنة في الجزائر وفي شمال أفريقيا، الاستعمار البريطاني أقدم بعد في مصر وفي الخليج وفي الهند، فهمت كيف؟ فإحنا قاعدين نتكلم عن الفرق بين النموذج الإنجليزي الأوروبي والأمريكي. نعم. البرنامج النموذج الأمريكي مثل ما قلت لك نموذج رئاسي، النظام في أمريكا نظام رئاسي، الشعب ينتخب الرئيس مباشرة. النموذج الأوروبي نموذج برلماني، أحزاب تتصارع، ينزلون للناخب، الناخب ينتخب الحزب هذا يصير حزب حاكم، الحزب الأغلبية يكلف واحد من رئاسته بتشكيل وزارة، وتصير وزارة تابعة لحزب الأغلبية. النظام البرلماني مضبوط أكثر. ليش مضبوط؟ لأنه خاضع لكثير من الاستحكامات، مش مرتبط بشخص، مو مرتبط بشخص واحد مثل النظام الأمريكي الحين. ولذلك المدرسة الأوروبية أكثر استقرار، لأن عندها تقاليد، عندها تقاليد. يعني أنت لما تروح إلى جامعة مثل كامبريدج، جامعة كامبريدج أكثر من 1200 سنة، تخيل يعني الجامعة 1200 سنة، 1500 سنة، أكو جامعات أخرى صار لها 1700 سنة، يعني أقدم جامعة أمريكية. يعني قس على ذلك مكتبات، برلمانات إلى آخره، كونغرس وبغرفتيه الشيوخ والنواب، ما عندهم تاريخ. ترى أمريكا عمرها مثل الكويت، يعني 300 وشي سنة، 300 سنة. يعني الكويت، شوف الكويت، دورها هني من دول الأطراف ما تلقى الكويت، يعني كيف هالكبرها على دول الأطراف؟ فهم شلون؟ أمريكا نفس التاريخ، ماكو مدة، يعني ماكو زمن. ولذلك الأمريكان أحيانا حتى يتغلبون على عقدتهم من أوروبا يقولون the old continent، القارة العجوز، القارة العجوز. إيه نعم عجوز، بس قالبتكم